مشاهدينا، زي ما قلنا مع حضراتكم قبل الفاصل انه التعديلات الجديده بيزود مقاعد المراه الى 25% داخل البرلمان، يعني ربع البرلمان هيكون من الجنس الناعم. تفاوتت الاراء، هناك من يؤيد هناك من يعارض هذا الراي. معايا ضيوفي النهارده النائبه المهندسه سيلفيا نبيل، رئيسه اللجنه الفرعيه لتنفيذ استراتيجيه 2030 والتحول لموازنات البرامج والاداء. اهلا بحضرتك، برحب بيكي. الاستاذه الكاتبه الصحفيه هبه عبد العزيز، مدير وحده المراه وقضايا المجتمع بالمركز المصري، اهلا بيكي. والاستاذه هبه عبد الحميد، المحاميه وماجستير لوجيستيك تقاضي وانهاء نزاعات، برحب بيكم جميعا. واحنا الحقيقه يعني كلنا ستات، فالموضوع ربنا يستر، الموضوع مناسب ان ضيوفي يكونوا ستات. ابتدي طبعا بالبرلمان والمهندسه سيلفيا. دلوقتي التعديلات عايزه 25% للمراه داخل البرلمان. طب انا عايزه اسال سؤال، هل الدستور الحالي مش مدي للمراه المقاعد الكافيه؟ عشان كده الجديد هيزود عدد المقاعد. الدستور الحالي ما ذكرش نسبه معينه للمراه. ذكر مجرد ان لازم تكون ممثله او يعني في تمييز ايجابي ليها زيها زي بقيه الفئات اللي احنا كلنا عارفينها، اذا كان الشباب او المسيحيين او ذوي الاعاقه او مصريين في الخارج. لكن ما فيش نسبه معينه مذكوره في الدستور اصلا. طب هي مش كافيه؟ ما اظنش. عمرنا هنقول كفايه؟ لا طبعا. خلينا نتكلم بالنسب العالميه. دلوقتي لازم في مجريات الامور كلها نشوف احنا فين بالنسبه لدول العالم. فدلوقتي المستهدف حاليا عالميا بنتكلم فيه 30% تمثيل للمرأة في البرلمانات أو الغرف التشريعية. فإحنا لما نقول 25% يبقى يعني إحنا متواضعين شوية كمان. حاليا إحنا بنتكلم في قرب 15%. فأعتقد طبعا إحنا نحب إن إحنا نشوف أكتر طبعا، بالذات مع الأداء الجيد الموجود للنائبات يعني. تمام. هل هناك من يعترض؟ هو طبعا يعني احنا عرفنا انه لسه انتوا في ما وصلتوش لمرحله التصويت، بس شايفه انه في ناس معترضه داخل البرلمان؟ في بعض النواب طبعا عندهم ملاحظات على النسبه، في شايفين ان هم لا، خلي الكلام يكون او المنافسه بين الرجل والمراه تكون يعني في الشارع، مش في البرلمان، مش في تمييز ايجابي ليها. دي وجهة نظر. في وجهة نظر تانية بتقول ما ينفعش يبقى فيه تمييز إيجابي يعني دائم. دي وجهة نظر أخرى، لكن يمكن دي الوجهات النظر الموجودة. بس يعني لو نرجع للأساس بتاعها أو ليه، هو في الآخر إن نسبة المرأة لما بتزيد أكيد بتاخد من نسبة الرجل، يعني ما فيهاش يعني احنا اكيد هناخد من النسبه بتاعه الرجل. اعتقد دي اكتر مشكله حاجه مضايقاهم. ممكن. لكن هي في اسباب منطقيه لوجود نسبه في الدستور طبعا للمراه. طبعا اكيد طبعاً. اسباب منطقيه واحنا بندعمها يعني. نتكلم فيها بعد شويه كمان. ايوه. استاذه هبه، شايفه زياده نسبه مقاعد المراه الى 25% في البرلمان ده ايه ايجابياته؟ حابه في البدايه اكمل بس على كلام باشمهندسه سيلفيا. في احنا ليه اصلا يعني قبل ما نتكلم عن الايجابيات، ليه بنقترح ان يكون في كوتا للمراه او 25% تحديدا؟ يعني في بعض الاعتبارات بس ان دي لازم تكون واضحه شويه. اولا احنا بالتعداد السكاني احنا بنمثل يعني من 49 لحوالي 52 او 53 تقريبا في المية. فاذا اقتراح ان النسبه تكون 25% لتمثيلنا هي حتى لا ترقى لنسبه التعداد السكاني لعدد المراه في المجتمع المصري. دي نمره واحد. نمره اثنين، يمكن او استكمالا للنقطه دي، كانت استاذه سيلفيا بتتكلم انه احنا الان وصلنا ل 15%. النسبه العالميه هي 30%. مصر كانت موقعة على اتفاقية بكين سنة 1995 أو 96 تقريبا بالضبط. الاتفاقية دي بتقول أن يعني أولا بننبذ كافة أشكال التمييز في المجتمع، سواء ضد المرأة، ضد الأقباط، الشباب، أي فئة في المجتمع.
والحاجه الثانيه ان احنا نوصل لتمثيل المراه 30%. فمن ضمن يعني اللي هو مش عايزه اقول اللي هي الواجبات ولكن الالتزامات اللي علينا دوليا انه احنا بنثبت جديه ان احنا بنصل بالمراه لنسبه 30%. فاحنا دلوقتي 15%، ومفترض ان مصر بالنسبه دي بتمثل دوله رقم 146 على مستوى العالم. لو رفعنا نسبه المراه ل 25% بس من غير ما تعيين بقى النساء واللي هم هينزلوا فردي، هنوصل اعتقد لتقريبا 68 او 67% على مستوى العالم. واحنا طبعا عايشين في عالم، احنا مش عايشين بمعزل، فاحنا لازم ان احنا كمان يعني تصنيفنا عالميا ده شيء يهمنا. في اعتبار مهم كمان وهو فكرة الحفاظ على المكتسبات اللي تمت خلال 8 سنوات اللي فاتوا. حقيقة احنا عندنا في مادة في الدستور، المادة دي يعني زي ما كنا لسه بنتكلم في السؤال الاولاني، انه مفيش مادة بتقول انه في نسبة معينة، ولكن المادة بتنص انه يكون في تمثيل عادل او تمثيل بشكل ايجابي للمرأة. المادة دي هي مادة انتقالية، يعني من المفترض انه اللي احنا حققناه خلال الثمان سنوات اللي فاتت يمكن ما نقدرش ان احنا نحققه في دورة تانية بعد كده، لانه مش هيكون عندنا المادة الانتقالية دي. فاحنا عايزين ننتقل من ان يكون عندنا مادة انتقالية لمادة ثابتة. هي خلينا نقول برضو انه يعني انا بالنسبة لي انا بشكل شخصي انا بدعم الكوتا او التمييز الايجابي، ولكن بشكل مرحلي. الشكل المرحلي ده يمكن طبقه على مثلا مدار 3 أو 4 دورات قادمة هتتراوح مثلا ما بين 15 لـ20 سنة. بنعمله ليه؟ بنعمله لان الظروف الاجتماعيه والثقافيه لمجتمعنا تتطلب ذلك، وده لا يتناسب. هو ده بقى الايجابيات اللي انا سالتك عليها. انت شايفه انه احنا لما تزيد نسبه المراه في البرلمان ده كويس في ايه؟ كويس لانه يعني خلينا نقول انه دلوقتي احنا المجتمع بيتشكل من الرجال والنساء. لما يكون في عدد الرجال كبير اكتر من النساء داخل البرلمان، هم بيطرحوا قضايا اكيد ومشاريع لقوانين. المشاريع دي يعني مش هنضمن ان هي كلها او جزء كبير منها بيمثل المراه، لكن المراه قادره على ان هي تطرح المشاكل والقضايا اللي بتمسها اكتر من الرجل. بس عايزين نربط ده برضو بحاجه استاذه جيهان، انه فكره انه مش بس احنا يعني الكم والكيف لو هنتكلم فيه، لا احنا عايزين نربط كمان ده بانه زياده النسبه مع الاهتمام برفع كفاءه المراه اللي هتكون بتمثل في البرلمان. رفع كفاءة المرأة اللي المرأة بتمثل في البرلمان. يعني يبقى في زي مثلا ممكن ولا من أساس اختيار نماذج جيدة داخل البرلمان تقصد؟ طبعا اختيار نماذج جيدة، وممكن ليه لأن احنا ما نفكرش فيما بعد ده سواء للرجال أو للنساء. النوعية اللي بتدخل البرلمان يعني لازم نحاول نركز على فكرة ان يكون في دورات تدريبية ودورات تأهيلية بعد حصولها على مقعد بعد في حصولها. ده في مرحلة هنجيلها نقطة هنجيلها، بس احنا الأول لسه في يعني إضافة الـ 25%. أستاذة هبة رأيك إيه في إضافة الـ 25% داخل البرلمان أو زيادة النسبة من 15 لـ 25؟ هو أنا يعني مع التعديلات الدستورية جدا، خصوصا إن دلوقتي هيكون إنصاف للمرأة. حضرتك كنت بتسألي عن إيه الإيجابيات من النسبة الـ 25%. دلوقتي مجال العمل كبير جدا، لو لقيتي في نسبة المجتمعات العربية كلها إحنا كتلة، السيدات كتلة، يعني تلاقي المجتمعات العربية كلها إحنا 50%. لقيتي طالبات الجامعية أو على مستوى الطلاب الجامعيين سواء شباب أو بنات، هتبصي تلاقي البنت أو كده نسبتها 63%. رغم النسب دي هتلاقي إن نسبة شغل المرأة في المجال العمل حوالي 29%. ليه؟ فإحنا عاوزين نزود النسبة عشان ندي فرصة للسيدات إنها تشغل مجال العمل. أنت عندك المرأة المصرية ليها بتشغل مجال العمل في سوق العمل، مفيش محدد لها يعني كل السيدات 29%. إحنا عايزين هي بترفع مستوى المعيش، الست المصرية أو الست عموما أنت هتحسيها هي شايلة كل حاجة. الست اللي بتقدر تدير بيت هي عندها استعداد تقدر تقود في أي مكان. فإحنا دلوقتي لما سيادة الرئيس بعد أول خطاب ليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، هو وعد بالعمل الجاد وبالتمثيل العادل للمرأة. إيه التمثيل العادل للمرأة؟ إن ندي المرأة حقها.
انصفها. احنا مش الدوله مش بتتفضل علينا. دلوقتي المراه في كل مكان هي ثبتت وجودها وبنجاح. تمام يا فندم تمام. يعني كل المناصب اللي اختارها الرئيس عبد الفتاح السيسي من وزراء ومن قطاعات مختلفه فيها المراه بتمثلها اثبتت نجاحها في مكانها. تمام يا فندم. حضرتك هو دلوقتي القى خطاب قال التمثيل العادل للمراه. طب ايه التمثيل العادل حضرتك؟ النسبه في الدستور الحالي احنا 14.8 في الدستور الحالي. طب ليه 25%؟ لا واحنا هنطالب فيما بعد كمان بزياده ان شاء الله باذن الله. التعديلات نكتسح فيها باذن الله ان شاء الله بالموافقه ان شاء الله باذن الله على النسبه، وان شاء الله باذن الله يعني ناخد وضعنا كويس في الدستور الحالي وفي المقاعد اللي الدستور عملها لنا دستوريا. احنا لينا 25% محجوزه دستوريا يعني بالقانون. ارجع تاني مهندسه سيلفيا والبرلمان، هل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما وتدعيمه للمراه هو السبب في هذه التعديلات؟ أكيد هو الرئيس السيسي طبعا ليه يعني يد قوية، مش هقول في وضع التعديلات نفسها لكن في الروح العامة الموجودة اللي بتدفع الزملاء النواب اللي تقدموا بالتعديلات إن هم يحطوا هذه النسبة. أنا بس عايزة أقول نقطة تانية، إحنا يمكن يعني مغفلينها شوية، وليه فكرة أصلا كوتا 25%؟ وليه ردا على السادة الزملاء النواب المحترمين بيقولوا ما ننزل نتنافس في الشارع؟ ما فيش مانع على فكرة. المرأة النائبة أثبتت وجودها في الانتخابات إذا كانت في الصعيد أو في الريف أو حتى في القاهرة وفي مناطق شعبية، ما فيش مشكلة. كل ده في سيدات انتخبوا فردي في كل المناطق دي. الفكرة إن النظام الانتخاب حسب الدستور يسمح بوجود قائمة ويسمح بوجود الفردي غير المعينين طبعا. خلينا نبص على الحالة اللي احنا فيها. احنا دلوقتي ال 89 نائبة مقسمين الى مين؟ كم حد كم حد؟ القائمة فيها 54 سيدة او نائبة. 54 نائبه دي يعني 9% تقريبا من البرلمان. ايوه احنا 15 كده النسبه الاكبر في القائمه. طيب بالنسبه للمنتخبين فردي فهم تقريبا 3.5% 21 نائبه. ايوه والمعينات 14 نائبه اللي هم تقريبا 2.5%. طيب لما احنا يبقى عندنا نظام نظام قائمه، ونظام القائمه دي يقول لي لا احنا لازم مين بيختار القائمه؟ أو بتتكون من إيه القائمة؟ عادة من أحزاب والتمثيل مختلف للفئات اللي المفروض تميز يعني. لو ما فيش حاجة تقول أو تدفع من يختار هذه القوائم لوجود مرأة جواها هيبقى ممكن صعب. ده مش شارع بقى، دي مش منافسة في الشارع، دي مناسبة في الحزب أو في القائمين على القائمة اللي بيعملوا القائمة مين. دي مش منافسة خالص في الشارع. الشارع ده منافسة أخرى، لكن القايمة لا. لما أقول إن أنا بقى ساعتها عندي 25% في الدستور يقول لازم مرأة، ساعتها اللي بيعملوا قوائم لازم هيبقوا بيلتزموا بنسبة معينة لتحقيق ال 25%. تمام. فده مهم جدا جدا ويرد على كل اللي بيقولوا إن لا ننزل نتنافس عادي في الشارع والشارع دلوقتي متقبل وجود السيدات. طبعا متقبل احسن من قبل كده طبعا ما فيش شك، والسيدات اثبتوا جدارتهم اذا كان في البرلمان اذا كانوا كوزيرات اذا كانوا في كل المجالات. لكن لازم نشوف مقتضيات الامور اللي احنا بنتكلم فيها والقانون والدستور اللي احنا في اطاره بنعمل كل حتى التعديلات وبنعيش كلنا كمصريين في اطاره ونشوف ازاي نتماشى معاه. طيب حضرتك دلوقتي النسبة ال 25% مطالبين بيها ان هي تكون دورتين فقط؟ لا يا فندم، ده مش موجود مش موجود في التعديلات. التعديلات موجودة ان هي مستمرة. مش اي حاجة عن المدة الزمنية. لان انا برضو استغربت قلت اشمعنى دورتين؟ طب بعد كده يعني لا ما فيش حاجة بتتكلم في التعديلات اللي هي مقترحة حاليا. ممكن يكون في ناس قالت كده في لجان الاستماع وفي المناقشات، لكن ده لسه ما تمش صياغته او ما شفناهوش في الشكل النهائي حاجه زي كده.
استاذه هبه، دلوقتي انت كنتي بتتكلمي عن دورات تدريبيه للمراه بعد دخولها لمقعد البرلمان، انت شايفه انه في سيدات ينقصها شيء داخل البرلمان؟ ينقصها عدم خبره، عدم تدريب في ايه؟ في مجالات ايه؟ يعني خلينا نقول احنا كنا قبل ما نوصل ل 15% احنا تقريبا كانت نسبه تمثيل النساء في البرلمان 1.9%، انتقلنا الى 15%. نعم. 15% عندنا 90 نائبه، هم 89 تقريبا، وفي نائبه كانت دخلت في الانتخابات التكميليه فاصبحنا حاليا 90. انا الحقيقه بما ان انا مش عضوه داخل البرلمان، يمكن استاذه او مهندسه سيلفيا يمكن هي يعني ممكن تكون ملمه بالشان ده اكتر، لكن اكيد في قصور، اكيد مش كل السيدات ال 90 سيده هم مؤهلات ان هم يطرحوا مشاريع قوانين خاصه باهم القضايا او مدركين لاولويات المشاريع حتى اللي هم بيقترحوها. فمن هنا لازم ان يكون في تدريب، حتى مش بس مجرد تدريب او تاهيل من خلال دورات تدريبيه على اولويات او المشاكل اللي بتعاني منها المراه، ولكن حتى في امور بسيطه يمكن يعني لوجستيه واداريه جوه، اللي هي فكره تقديم مقترحات بتتم ازاي، فكره ان هي حتى هتطلع في الاعلام هتتكلم ازاي، هتواجه الجمهور ازاي، هتقدم خطابها، هتطرح البرنامج بتاعها. فقصدي انه في برامج او دورات تدريبيه هي مهمه جدا لازم ان هي تتلقاها النساء. ده في مرحله، يمكن ده برضو هيرجعني للكلام اللي انا كنت بقوله انه انا مؤيده لتطبيق نظام الكوتا او التمثيل الايجابي للمراه، ولكن بشكل جزئي او شكل مرحلي، يعني ان ده ما يكونش مستمر. زي ما كنت بقول انه ممكن نطبقه لمده 3 دورات او 4 دورات لغايه لما يبقى عندنا نساء هم مؤهلات فعلا وقادرين، زي ما كانت استاذه سيلفيا بتتكلم انه احنا نقدر ننزل وان احنا نقدر كمان اتغيرت شويه ثقافه في الشارع وتغير المنظور الاجتماعي للمراه، فبقينا قادرين ان احنا ننزل وان احنا نقدر ان احنا يعني ننافس بلا وجود. طب هل الدورات التدريبيه ديت للمرأة فقط؟ لا، للرجل كمان؟ لا طبعا، يعني للمرأة والرجال بالضبط، للمرأة والرجل. اسمحي لي اقول بس، عشان طبعا هو اقتراح مهم جدا يعني، بس انا عايزه اطمنك انه حصل فعلا في احد الدورات التدريبيه. هو كانت للنساء والرجال، النائبات والنواب في الاول. مجالات ايه يا باشمهندس؟ نعم، اخذوا الدورات في مجالات ايه؟ لا يا فندم، بالنسبه لاستخدام الادوات الرقابيه كان في اول خالص الفصل التشريعي، اول المده خالص، ابتدى المجلس نفسه عنده مركز تدريب وابتدينا نتكلم في الموضوع ده. ده كان بالنسبه للنائبات والنواب، وازاي نستخدم الادوات الرقابيه وايه الفرق بين يعني الفرق الفني بين الادوات الرقابيه. فاعتقد ده حصل بالذات لان البرلمان المره دي يمتاز بان نسبه الاعضاء الجدد اللي هو اول مره يخشوا البرلمان كانت عاليه جدا، يعني كان من ضمن مختلف عن كل البرلمانات اللي قبل كده، اول مره يخش النسبه دي كان في نسبه كبيره، مش فاكره رقمها بالظبط، بس كان نسبه كبيره جدا من ان اول مره يخشوا البرلمان اصلا. فكان لازم يبقى في التدريب ده، فمفيش مشكله ان احنا يبقى موجود وهو فعلا اتعمل. ده الى جانب ده الى جانب ان في الاول يعني بعد اعلان النتيجه كان في المجلس القومي للمرأة عمل تدريبات للمرأة للنائبات أو النائبات اللي لسه هيحلفوا اليمين. أزود كمان، يمكن حضرتك ممكن تنبسطي بالخبر ده، بس كان في كمان تدريب على البروتوكولات. يعني في الأول جالنا حد من الخارجية وشرح يا جماعة دي البروتوكولات دي مفيدة. أنا شخصيا بنبسط جدا من الحاجات دي، لأن الحاجات دي بتعلم يعني، دي خبرة بتثقل مهاراتها وخبراتها. كانوا كمان دورات على الضباط الشرطية في المجلس القومي للمرأة، بيعلموهم ازاي التعامل في العنف ضد المرأة، وكتير دورات تدريبية حصلت. طيب أستاذة هبة، قولي لنا إيه أهم القضايا اللي أنت شايفاها من وجهة نظرك هيتم تداولها تحت القبة؟ هي ممكن اهم القضايا ممكن قضايا العنف ضد المراه. كتير دايما بنلاقي طرح قوانين ومناقشات في قضايا التحرش. ايوه، دي قضيه مهمه جدا لازم يعني العمل على طرحها ومناقشتها كويس. كمان لقينا كمان في طرح تعديل في قانون الاحوال الشخصيه، وفي قضايا دلوقتي اعتقد النائبات تقدموا بسن قوانين او بطرح مناقشه قوانين خاصه بالاحوال الشخصيه في الحضانه. بالنسبه لحضانه الطفل، ف
فان شاء الله باذن الله انا شايفه ان بالنسبه دي هنقدر نوجه كل سيده في مكانها باذن الله، يعني سواء في الحياه الثقافيه او الاجتماعيه، وهيكون لنا دور كبير جدا لما تكون الاعداد كبيره. احنا دايما بنلاقي الدستور الحالي هي النسبه كويسه بس مش منصفه. مش منصف، فلازم احنا عشان خاطر كل يعني السيدات تاخد مجال اكتر لازم يكون احنا اعدادنا اكبر كنسبه، ناخد نسبه كبيره عشان نقدر نواجه حاجات في يعني ندخل في مواضيع قياديه، ان احنا ندخل القضاء، يعني مثلا ما تلاقيش مثلا في نائب عام او ما تلاقيش كده، احنا عايزين نوصل بالمرحله للسيدات ان احنا نوصل للمراكز قياديه مهمه في القضاء، في المراكز التنفيذية، في الحياة السياسية، في الحياة الاقتصادية. لازم نوجه المرأة في كل مكان، مش بس تكون ربة أسرة، مش بس تكون ربة بيت. احنا لو لقينا زمان سنة 1933 كانت الأستاذة لطيفة النادي، هي كانت بتحب الطيران، فما يعني حاطة في دماغها أنا عايزة أكون طيران. كان في الوقت ده ما فيش بنات بتلتحق بمدرسة الطيران، لقينا هي كسيدة نضلت، راحت اشتغلت من ورا والدها، كلمت مدير المدرسة ونضلت وقالت أنا عايزة أتعلم الطيران وعايزة أقود الطيران، اشتغلت في قلب مدرسة الطيران ودفعت نفقات التعليم على حسابها عشان تنفذ اللي في دماغها. فالست المصرية دايما تقدر، ودايما تقدر تقود، سواء من ثورة عرابي أو 1919 إلى هذا، وإحنا بنقول السيدة المصرية قادرة على تخطي الصعاب. حضرتك شايفة إيه العناصر اللي ناقصة داخل البرلمان اللي المفروض تبقى موجودة في الفترة القادمة بعد هذه التعديلات؟ عناصر إيه بالظبط؟ عناصر اختيار سيدات. شايفة أماكن معينة المفروض ياخدوا منها داخل البرلمان ولا يعني بصي عليك، احنا لو كلمنا على مثلا اللجان ومكاتب اللجان، بمعنى رئيس اللجنة والوكيلين اللجنة وأمين سر اللجنة، هنلاقي ان احنا عندنا التغير جامد حصل في كل دورة. كان عندنا ارقام مختلفة او عدد، احنا كان عندنا قبل كده رئيس لجنة الاتصالات كانت مرة في دورة من دورات، كانت السيدة نائبة مي بطران. كان عندنا في السياحة برضو كانت رئيسة اللجنة السيدة نائبة سحر طلعت، وكان في عندنا كذا نائبة يعني ترأسوا لجان، ودي كانت حاجة كويسة، دي كانت حاجة يا محمودة، وقدوا يعني قبلوا بلاء حسنا. طبعا نحب نشوف أكتر، لأن مثلا الدور ده ما عندناش ولا نائبة رئيسة لجنة، عندنا في الوكالة، عندنا في الوكالة وعندنا في أمانة السر، بس ما عندناش في رئاسة اللجنة. طبعا نحب نشوف ده أكتر، لأن ده فعلا بيدي تمكين للمرأة يعني شامل، يعني حضرتك بتشوفيها بتلاقيها موجودة بتاخد قرارات، بتشوفي طبيعة عملها شكله ايه، طريقة مناقشتها مختلفة. فطبعا كل ما يبقى في ده موجود ومطروح على الساحة بيدي ثقل اكتر بعد كده للناس اللي بتقول ننزل الشارع بقى كلنا، ما تلازم تسيب الفرصة كاملة للمرأة عشان نقدر بعد كده ما تيجي تنزل الشارع يقولك رئيس لجنة فلانية عملت أثر جيد في كذا وكذا وكذا. طبعا طيب مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل حوارنا. مشاهدينا بنكمل كلامنا، وزيادة نسبة مقاعد المرأة إلى 25% داخل البرلمان. مهندسة سيلفيا، أثر ده على المجتمع؟ خلينا نقول حاجة، خلينا نبص على المجتمع بتاعنا، لأن احنا كتير بنتكلم على الأرقام، أو احنا عايزين نرفع تصنيف مثلا مصر الدولي، دي حاجة مهمة جدا. أي. لكن إيه أثره علينا احنا بقى كمصريين داخلية. يعني خلينا نبص على حبة نسب، هو نسبة المرأة المعيلة كام في مصر؟ نسبة المرأة المعيلة تتعدى 30%. طب إذا كانت عندنا مرأة معيلة بتشيل يعني تلت الستات شايلين حمل بيوت على كتافهم، وأسباب كتيرة، لكن من أحد الأسباب الموجودة إن ممكن يكون الرجل تخلف عن حمل هذه المسؤولية، أو مش قادر، بس يعني مش موجود في الصورة حاليا. فإذا كنا إحنا عندنا المرأة شايلة تلت الأسر، يجي أنا مش عارفة أديها تلت القرارات
او ما اقدرش اديها حتى 30%، يعني انا بطمح اصلي في 30% اكتر من 25%، او ما اديهاش حتى ربع المقاعد اللي هي تشيل عني تاخد قرارات، انا مديها تلت المجتمع وقلقانه من تلت ربع القرارات. لا، ده كلام يعني مش منصف خالص للمراه. غير كده كمان خلينا نتكلم على العنف مثلا اللي بتتعرض ليه المرأة. العنف، نسب العنف عندنا في مصر عالية ضد المرأة، إذا كان داخل الأسرة ولا خارج الأسرة. مع كل ذلك المرأة بتتحمل كل ده وبتكمل حياتها. المرأة مصرية قوية جدا، فإذا كنت أنا بثق فيها ليه للنشأ، إن أنا أطلع نشأ جيد وهي 50% المجتمع وهي بتطلع النشأ بتاع 50% التاني، إذا كان كل ده أنا بتتحمل عنف، بتتحمل مشاكل في الشارع، بتتحمل كل ده ورغم كده هي صامدة وبتدي وبتشتغل، إزاي ما كنش قادرة أثق فيها إن أنا هتديني قرارات صحيحة في البرلمان؟ ده لازم المجتمع بتاعنا، البرلمان على فكرة دايما أقول لهم هو صورة طفق الأصل من الشارع المصري. أيوة. الناس لما بتبص على التمثيل شكله ايه والناس شكلها ايه، قول لهم هم صوره طبق الاصل. بص على المجتمع المصري بنسبه عامله ازاي، هتلاقي بالظبط الصوره الناحيه الثانيه. طب انا ليه مش عايزه ادي المراه؟ انا مديها كل حاجه في الشارع، مديها كل المسؤوليات في الشارع، هي اللي بتويت وبتجيب وتودي، وهي اللي بتعلم، وهي اللي بتعمل كل حاجه، وهي اللي شايله البيوت، وهي اللي بتشتغل كمان، وهي اللي بتشيل البيوت، وهي بتعمل كل حاجه، واجي في الاخر اقول لها لا انت مش قادره تاخدي قرار؟ لا، صحيح، ده كلام، ده مش منصف خالص. واعتقد كمان ان طريقه تفكير المراه ومع تحملها كل هذه المسؤوليات في الشارع تفرق كتير جدا لما تمكن وتتحط في موقع اتخاذ قرار. تفرق جدا، وده هيعود بالايجاب وبالفايده على مصر فورا. يعني استاذه هبه، تمام، انا يعني بحيي استاذه سيلفيا طبعا وبايدها جدا في كل اللي طرحته، وحابه اخد من كلامها يمكن في السؤال اللي قبل كده انه يعني المراه لما هترقص يعني لجان داخل البرلمان اكيد هنشوف حاجات ايجابيه خاصه بالنسبه لما يخص المراه، وده هينعكس برضو على المجتمع المصري ككل. انا بس حابه يعني لانه في ايه، عايزه، مش عايزه اقول ان انا عايزه اطمن او اقول للناس يعني اللي هم بالذات الفئات المعارضه واكثرهم طبعا من الرجال، احنا مش بنعمل حاجه خارج السياق العالمي. يعني في تقريبا على مستوى العالم في حوالي 70% من الدول هي بتلجأ للكوتا. كان في مؤتمر الحقيقه تم عقده في الاسكندريه اعتقد السنه اللي فاتت، يمكن كان اللي هو مؤتمر البرلمان الدولي. المؤتمر ده يعني كان وصل لنتيجة في الآخر انه كان بيقول انه يعني مش هينفع ان العالم كله يستغنى عن نظام الكوتا حتى في الفترة الحالية، لانه المرأة على المستوى العالم ما زالت بحاجة اليه. في يمكن في ألمانيا اعتقد، يمكن أستاذ سيلفيا يعني تأكد لي الرقم، انه كان تمثيل المرأة كان 34%، اعتقد ان التمثيل ده نزل ل 30 او 31%. فمن المقترحات في ألمانيا انه يتم يعني يبقى في زي نظام الكوتا او التمييز الايجابي حتى ولو لفتره، واعتقد حتى انه لما تم طرح ده الرجال هناك معترضين. فقصدي انه فكره انه يكون في ناس مؤيده وناس معترضه دي ظاهره صحيه جدا، دي بتدل ان احنا فعلا في مجتمع ديمقراطي من حق اي حد ان هو يعبر عن رايه. لكن الفكره انه يعني احنا بالنسبه لنا كمؤيدين للتعديلات ولنسبه المراه يعني تحديدا بالنسبه للكوتا، فاحنا بنقول ايه الاسباب بتاعتنا اللي بتدفعنا لكده، لكن احنا مش معترضين ابدا ولا ضد انه اي حد يعترض، لكن احنا عندنا اسبابنا اللي احنا كنا يعني تقريبا يعني محور نقاش الحلقه كله عليه. ليه احنا عايزين ان النسبه دي تزيد؟ فالموضوع عالميا ده موجود حتى في الامارات، يمكن الامارات من الطبقه اعتقد نسبه 50%. هو بيرقص البرلمان امراه، فيعني دول عربيه وحوالينا، مش الموضوع مش يعني حتى احنا مش بنخترع او بنقول حاجه جديده. أستاذة هبة، شايفة إزاي المرأة ممكن تستفيد من ده؟ المرأة هتستفيد حضرتك من الناس بديت زي ما قلت لحضرتك، إن هي هتلاقي ليها كتير من مجالات العمل، لأن دايما لما تعملي تنمية شاملة هتلاقي المرأة تطور، كل المجتمعات بيتطور بتطور المرأة. المرأة زي ما سيادة النائبة قالت إن هي بتشيل وبتشتغل وبتربي وكل دول، فإزاي هي مش هتقدر تقود حاجه اداريه او كده؟ ف
فدوت الكوتا بالنسبة ل 25% بالنسبة هيجي بالإفادة بتطور المجتمع بتطور المرأة. نعم. هل نقدر نطبق ده في المجالس المحلية والجامعات والقطاعات الأخرى؟ أكيد. المجالس المحلية الحمد لله الدستور مأمنها ب 25% جاهزة للمرأة و 25% للشباب. فيعني احنا كلنا متطلعين عايزين نشوف بقى ال 25% بتاعت المرأة في المجالس المحلية. الشخصية المتحمسة جدا نشوف عمل المرأة بقى في الشارع في المجالس المحلية صعب جدا يعني مشاكل كتيرة، لكن أنا يعني مؤمنة إن هنشوف ده بطريقة جيدة جدا، لأن المرأة هي برضو تاني هي اللي بترتب كل حاجة في الحياة يعني في البيت وبرا البيت وفي الشغل. وبعدين المرأة ما أثبتتش فشل قبل كده عشان يقول لها مش أنا مش لاقي أي نقطة، مفيش أي تجارب فاشلة حصلت، مفيش أي نقطة سودة في تاريخ المرأة هنقدر نمسك عليها عشان نقدر نقول إن إحنا عندنا مشكلة مثلا حصلت بسبب وجود مرأة. بالعكس، دايما مثلا المرأة وجودها دايما يبقى مضيء. مثلا ممكن ناخد كمثل، حتى في نائبات من ضمن النائبات المضيئة جدا النائبة مريان عازر، دكتورة مريان عازر مصنفة عالميا ومشرفونا في كل المحافل الدولية ونشيطة ومجتهدة ما تلاقيش مثلا رجال كثيرة في هذه القامة، يعني طبعا كلهم قامات محترمة جدا ولهم كل الاحترام، لكن أنا قصدي إن هي متميزة جدا في مجالها وقوية كمان وقوية جدا. احب برضه اقول ان مهم قوي وان احنا دايما يعني بنشوفه قدام صناديق الاقتراع دايما بنلاقي صفوف من المراه موجوده اكبر بكتير من الرجال، فاحنا برضه يعني محتاجين نشوف النساء والرجال المعترضين والموافقين بقى ساعتها ينزلوا يقولوا رايهم. معترض او مش معترض لا، المهم قوي ان الناس تنزل وتشارك وتقول رايها لان طيب ده حقهم. يعني توقعات حضرتك ايه؟ هل هيبقى فيه رفض نسبه عاليه ولا شايفه انه هيبقى فيه تأييد؟ لا اعتقد ممكن يبقى فيه تأييد اكتر من الرفض. بس يعني انا شايفه ان وجود نسبه من الرفض ده مش حاجه وحشه خالص، دي حاجه تدل ان في ديمقراطيه، هي حاجه صحيه يعني، بس ما تبقاش النسبه يعني الغالبيه. لا لا ما اظنش ان احنا هنوصل ابدا للغالبيه. طالما كمان ان النساء يعني كانت لسه بتتكلم واحنا بنشوف المشهد ده بيتكرر في كل انتخابات او المرأة بتنزل بكثافة وأعداد كبيرة أكتر بكتير من الرجال، فبما إن ده هيحصل وإنه التعديل ده خاص بالمرأة وبيصب في مصلحتها، فأعتقد إنه يعني ممكن يعني إن إحنا لا يعني يبقى في يلقى تأييد كبير وإنه يعني توافق عليه بإذن الله إن شاء الله. طيب أستاذة هبة، كلمة أخيرة تحبي تقوليها؟ أحب أقول انزل شارك قول رأيك، ما تبقاش مكتوف الايدي، انت موافق او مش موافق انزل بنعم او لا، ده حق دستوري في الاخر. انزل شارك ان شاء الله باذن الله، احنا متفائلين خير ان احنا هناخد حقنا باذن الله في الدستور وحاليا وفيما بعد ان شاء الله باذن الله. تحبي تقولي حاجه مش مهندسه في الاخر؟ احب اقول ان المشاركه ده حق دستوري، وكلمه حق دي معناها كبير قوي، وراح فيها شهداء يمكن من زمان بس مش عايزين ننساهم يعني. فعلا الناس فعلا دفعت ثمن كبير جدا عشان يبقى للمواطن المصري حق في الانتخاب وحق في الاقتراع او انه يقول رايه في السنه دي، ودي حاجه مهمه جدا ما ينفعش الناس تغفلها او تحس انه مش لازم او تكسل، مفيش سبب ان ده يحصل. الناس تنزل تقول رايها زي ما هم عايزين، اللي موافق يقول موافق واللي معترض يقول معترض، لكن لازم يبقى في مشاركة لأن ده اللي بيضمن نزاهة الانتخابات أو أين كان يعني الاقتراع أو الاستفتاءات أو أين كان العملية اللي بتحصل في الصندوق. أيوه. بس دي اللي بتضمن النزاهة، هي دي اللي بتخلي الواحد لما بيشارك بيتعلم على فكرة سياسيا. صح. فمهم جدا المشاركة، إن اللي مش هينزل أصلا ينتخب صعب أو ينزل يرشح نفسه بعد كده في الانتخابات. صح. فمهم جدا الوجود والتواجد، ونحب نشوف المرأة بنسب كبيرة كالعادة بتاعتها. كلمة أخيرة أستاذة هبة؟ يعني تأكيدا على المشاركة، فأنا برضو بشجع الناس جدا إن هي تنزل.
سواء كان مؤيد او معارض، لكن هو بيمارس حقه المشروع وحقه الدستوري فلازم ينزله. بس حابه يعني ممكن انا اختم بشيء ايجابي، انه احنا من خلال رفع كوتة المراه فاحنا بنوصل للعالم اولا ان احنا جديين في الاتفاقيات اللي احنا تم التوقيع عليها، لانه يعني في عجالة بس كده احنا تم التوقيع على عدد كبير جدا من الاتفاقيات الدولية والعالمية خلال الفترة اللي فاتت، لكن هي للأسف ما زالت حبيسة او رهينة الأدراج، يعني ما تمش وضعها في حيز التنفيذ. فاحنا يعني بتطبيق اتفاقية بكين اللي اتكلمت عنها في الاول، احنا يعني وان شاء الله تطبيق الكوتا بالنسبة للمرأة هنساهم في رفع يعني العدد الموجود او حاليا النسبة اللي هي 15% ممكن توصل ان شاء الله لاكثر من 30%. دي حاجة. والحاجة الثانية الإيجابية الحقيقة أنا بحيي النقابات عليها في مجلس الشعب في البرلمان الحالي، اللي هو يعني في عدد كبير جدا من القوانين ساهمت فيها المرأة، سواء كانت قوانين تخص المرأة زي القوانين الخاصة بالتجديد العقوبة ضد الختان، مناقشة قوانين الحد من العنف التحرش، القوانين الخاصة بالمجلس القومي للمرأة، منع التوريث اللي هي منع توريث المرأة خاصة في الصعيد والمدن الريفية. ليه بقى في قوانين تانية اللي هي خاصة حتى بالشأن العام في المجتمع، القوانين الخاصة بحماية المستهلك، قوانين خاصة بالمرور، المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إذن فلو هنقيم التجربة السابقة إن أنا كان موجود عندي 90 نائبة، هل ده كان ليه أثر إيجابي على المجتمع ولا لا؟ لا، كان فيه أثر إيجابي، فعشان كده بنشجع إنه زيادة النسبة. أكيد كلنا بندعم زيادة مقاعد المرأة في البرلمان إلى 25%، لأنه ده هينفع المجتمع المصري وهينفع المرأة المصرية وهتستفيد منها المرأة المصرية بشكل كبير. بشكر ضيوفي، بشكركم مشاهدينا، شكرا وإلى اللقاء، أصبحوا على خير.